كتير engineers. هلا حنكمل مع الفيديو الثالث بالconnection type اللي بلشنا فيها بالprevious session اللي هي rigid connection column to rafter connection. الاكزامبل اللي حنشتغل عليه على السوفتوير اللي هو الIDEA Statica هي connection بتربط بين column HEB 400 مع IPE 270. هيدي الconnection اللي هون هي end plate connection rigidly connected. اكيد مثل ما سبق وحكينا البيم في welded all around على end plate. هيدا الend plate bolted مع الفلانج للكولم. subjected لثلاثة طن shear force، خمسة طن متر مومنت، وعشرة طن كأكسيال compression. بس نحن بهيدي الكيس هنعتبرها كأكسيال tension 10 طن. ليش؟ حتى لنكون عم ناخد الكريتيكال كيس. قبل ما نبلش بشغل على السوفتوير هناخد مثل الكومون براكتس كستركشرال انجينير انت شو الشغلات اللي لازم تعرفها بيفور جوينج انتو ديزايننج هيدي الكونكشن. يعني الشغلات ريليتد للبيز بليت، للديامتر، للفيلور مودز اللي ممكن تتعرض للكونكشنز، لللوكال فيلور مودز اللي ممكن تكون اراوند هيدي الكونكشن. هنبلش باول سلايد. باول سلايد صنفنا 1 2 3 اللي هن فليكسيبل جوينت، سيمي ريجيد جوينت، وريجيد جوينت. سبق وحكينا بالتفصيل الممل عنه لهودي الجوينتس ان الفليكسيبل جوينت اسمها سمبل كونكشن او شير كونكشن، بس بتنقل شير. قلنا بس بكفي انه الويب يكون كونكتد، الويب للبيم كونكتد يوزنج ا جاست بليت او ان انجل على الفلانج للكولوم، بس تو ترانسميت الشير نو مومنت كاباسيتي، بس هيدي بتنقل الشير فورس في، وهون المومنت بيكون almost zero. السيمي ريجيد كونكشن قلنا هي مش fully restrained connection، هي partially restrained connection. قلنا partially restrained connection السبب الاساسي بهيدي الصورة اللي ادى انه تكون هي semi rigid connection هو the small plate thickness. قلنا ال end plate هو طريق العبور للفورس من البيم للكولوم، وبالتالي لازم يكون thick enough to transmit هيدي الفورسز without any rotation. يعني قد ما فينا التتة بدها تحاول تقرب لشو؟ للزيرو. وبالتالي من هيدي الصورة في شغلة كتير أساسية أنت كستركشورال إنجينير لازم تنتبه لها، هو البري دايمنشنينج للثيكنس تبعت البليت. يعني لازم تكون البليت ثيكنس thick enough انه ما تعمل local deformation. حنشوف نحن شو deformations اللي ممكن تصير around هيدي الزون اللي هون، و how to avoid any type of local damage او local failure بالmoment resisting connection. هون المغزى الاساسي من هيدا السكرين view هو انه لازم تعير اهتمام للthickness للbase للend plate. هلا practically T minimum مثل ما حنشوف بالسلايدز الجايين بتساوي 20 ملي متر، ما لازم تكون اكبر من هيك. وحتى البريليمينري دايمنشن للثيكنس كمان حنشوفها حسب البولت دايمنشن. يعني في عندي انا preliminary assumptions لازم اخدهم بعين الاعتبار before starting الديزاين لهيدي الكونكشن. حنروح للنكست سلايد. كمان هون عم نشوف different types من الـ moment connections. عندي اول type اللي هو الـ welded beam to column moment connection. قلنا هون الـ weld هو all around. اكتر من هيك هيدا الـ weld اللي هون اللي هو اللي عم بيربط الفلانج للبيم مع الـ column فلانج. اكتبهوا هون ما في end plate. هون هيدا اسمه groove weld. شو معناتها groove weld؟ يعني انا شو حأعمل؟ حأعمل كسرة فيها للفلانج، وهيدي الاريا اللي هون حعبيها ويلدينج. هيدي شو بنسميها؟ بنسميها جروف ويلد. يعني كأنه شو في عندي؟ كأنه في عندي أنا مثل حفرة، أو عملت أنا فلت بقلبة للبيم، وشو عملت؟ عبيتها ويلدينج. هيدي بنسميها جروف ويلد، غير الفلت ويلد. الفلت ويلد ما بعمل هيدا الفلت بالبيم،
ما بعمل هيدا الفلت بالبيم. يعني كيف بتكون البيم؟ بتكون البيم بالسكشن تبعيتها، بس بيكون الفلت ويلد، معناتها ويلد اكسترنالي، ماني مضطر اعمل انا اي فلت فيها حفرة فيها وعبيها الحام، لا هيدي اسمها جروف ويلد. بس هيدي الكونكشن الاول هي شو؟ هي عبارة عن ويلد اول اراوند والفلانجز الجروف ويلد instead of fillet weld. بس اكيد الويب ما بعمل اي فلت فيه، شو بيكون فيه؟ بيكون فيه fillet weld، يعني external weld. هلا extended plate شو معناتها extended plate؟ لما اقول انا extended plate معناتها هيدا البليت هو اكبر من الفلانج، اكبر من اذا هيدا الدبث للستيل بيم. الاكستندد بليت بيكون اكبر، يعني الدايمنشنز له اكبر، يعني بيكون عامل اوفست اباف واوفست بيلو. ليش؟ لحتى لاعطي اكبر ليفر ارم لمين؟ للبولتس. يعني البولت انا بعرف المومنت بيتحول لتنشن كومبريشن، كل ما كبر الافكتيف دبث، كل ما كبر الليفر ارم، كل ما اعطاني مومنت كاباسيتي اعلى، كل ما هيك شو بنسميه اكستندد اند بليت. اكستندد معناتها انا قد ما في عم بطلع لحتى احقق اكبر ليفر ارم. واخر نوع اللي هو الفلاشت اند بليت مومنت، بعكس اللي فوق بيكون البليت اكستندد مثلا بس تقريبا سنتيين او 3 سنتي ابوف الفلانج. ليش؟ على القليله اذا انا هيدا البيم وهيدا البليت، اذا انا مثلا عندي هيدا البيم، هيدا الاكستنشن اللي عملته انا بالبليت منه كبير كتير، مثلا هون حتى لو كبرناها شوي حيكون تقريبا 2 سنتي. ليش؟ بس لحتى لا يقدر حقق الحام، يعني بالاخير الحام قديش بتكون الثيكنس له؟ 6-8 ملي، ممكن يكون 1.2 سنتي، يعني 12 ملي. وبالتالي انت الاكستنشن للاند بليت لازم تكون على القليل تقدر اللي بده يلحم الوركر يقدر يكون عنده enough space لحتى لا يحقق الwelding all around the beam components اللي هن الفلانج والويب. هو ك 3 types of moment resisting conduction. هلا منروح على السلايد اللي ورا. بهيدا السلايد اللي هون شو بيبين لي؟ بيبين لي بأول سكرين اللي هو اللوكال فيلرز اللي ممكن يتسببوا around the connection. اول type of damage او ممكن يصير due to axial tension يعني due to straining actions local bending of column flange. local bending الوان هو هيدا السكرين شوت اللي هون. اذا منلاحظ هيدا local bending هون مثل ما شايفين بهيدا السكتش local bending of the column flange. هيدا local bending due to شو؟ مثل ما قلنا هيدا المومنت اللي عندي انا بيتحول لكوبل tension compression. التنشن عم بيصير وين؟ بقلب الفلانج. وبالتالي شو كأنه عم بيعمل؟ كأنه هيدا الفلانج تبعت الكولوم كأنه due to tension force شو عم تعمل؟ عم تعمل bending. هلا حنشوف حنستعرض كل الكومبون كل الديستورجنز اللي ممكن يتعرض لهم الزون near the connection والsolution تبعه. تاني type اللي هو the crippling of column or yielding of column web or side sway buckling of column web. لاحظوا هون عندي web local crippling والweb side sway مثل ما شايفين والweb distortion. هودي three types من شو؟ من ال failures اللي ممكن يكونوا بالweb وبالflanges تبعات الكولوم. طيب كلهم سوا شو السوليوشنز تبعهم؟ لحتى لأول شيء عالج مشكلة الويب لوكال كريبلينج والويب سايد سواي والفلانج بندينج لازم استعمل استفنر اللي هو هون. هيدا استفنر 1 وهيدا الاستفنر 2. هيدا الاستفنر 1 وهيدا الاستفنر نمبر 2. طيب لحتى لعالج مشكلة الويب ديستورجن لازم استعمل diagonal stiffener إن كان بهيدي الطريقة أو بهيدي الطريقة. both are okay أكيد. يعني نرجع من عيد لحتى لعالج أنا الويب local crippling والويب side sway buckling والفلانج bending لازم استعمل أنا حط على مستوى الفلانج هون stiffener اكيد من التو سايدز، يعني من هيدا السايد ححط انا ستيفنر ومن الاذر سايد
على مستوى التوب فلانج واكيد على مستوى البوتوم فلانج. ليش؟ لانه بنرجع بنذكر حنشوف الكونكشنز ان ديتيلز كيف بتطلع بطريقة اكيد اوضح بكتير من هيك، لانه قلنا المومنت هو عبارة عن ريفرسبل مومنت. ريفرسبل مومنت معناتها ممكن يكون المومنت كمان عم يخلق تنشن تحت كومبريشن فوق. والدياجونال ستيفنر نستعمله تو افويد الويب ديستورشن. وبالتالي هلا اذا انت شفت اي كونكشن تربط كولوم مع رافتر فيها هودي الكومبوننتس، هلا انت صرت بتعرف شو اسباب استخدام الكومبوننتس اللي هن مينلي الاستفنر. بدل في عنا كمان تايب بعد واحد من اللوكال فيلر اراوند الكونكشن واللي هو بدل في عنا تايب واحد واللي هو البراينج فورس. تعريف البراينج فورس هو اديشنال تنشن فورس بيتعرض للبولت due to شو؟ due to deformation بالاند بليت. يعني هيدي الفلانج مثل ما قلنا due to moment اللي عليها من ورا الكابل، هيدا المومنت ام تحول لتنشن. وين تنشن؟ بالفلانج. هيدي التنشن بالفلانج سببت local deformation بالاند بليت. هيدي الاديشنال deformation بالاند بليت خلقت additional force، additional tension force على مين؟ على البولتس. شو اسمها هيدي الفورس؟ اسمها البراينج فورس. طيب مثل ما سبق وحكينا لكل local damage او لكل distortion بيتعرض له الكولوم او البليت لازم نعطي solution. شو solution بهيدي الحالة؟ solution بهيدي الحالة انه نستعمل vertical stiffener. هيدا vertical stiffener شو عم بيمنع؟ عم بيمنع الديستورجن للبليت، وبالتالي عم بيحاول قد ما فيه يخلي البراينج فورس تنزل لشو؟ تنزل للزيرو. وبالتالي اذا بنرجع نحن للصورتين، بهيدي الصورة تبيلنا انه في عندي 3 ديستورجنز او لوكال دامج ممكن تتعرض له الزون تبعت الكونكشن، لوكال بندنج للكولوم فلانج، ويب ديستورجن للكولوم، الكريبلينج بالكولوم ويب. قلنا السوليوشنز تبعاتهم تو يوز ستيفنرز على يعني بارالل للفلانج. هذا هون الفلانج جاي عندي بيكونوا باللوكيشن حد الفلانج، هذا الستيفنر اباف ستيفنر بيلو من التو سايدز، من السايد الثاني اللي نحن مش شايفينه هون. واكيد حاستعمل الدياجونال ستيفنر تو ريزيست او لحتى لا يمنع الويب ديستورجن اللي هو مثل ما شايفينه بهيدا الموفمنت اللي هون. هيك بنكون نحن وصفنا اهم الدامجز اللي ممكن يكونوا بالزون للكونكشن، وشو السوليوشن اللي ممكن نحن نتجنب هيك نوع من الفيلرز. حنروح للسلايد اللي ورا. بهيدا السلايد اللي هون عم نشوف in details the extended end plate moment connection. قلنا البيم is welded all around على البليت، البليت is bolted على الفلانج للكولوم. هيدي الكونكشن بتنقل شير واكسيال تنشن، لازم نحن ناخده كاكسيال تنشن لحتى تكون كريتيكال كونكشن مع المومنت. هودي تايب اوف ستريننج اكشنز اللي نحن بنشتغل عليهم. هلا حنروح بس لمعلومات اضافيه عن موضوع الاند بليتس، شغلات ديزاينر بحاجة لها لحتى لا يعرفها لحتى لا يعمل preliminary dimension للأند بليت. قلنا البولت ديامتر دي، الأند بليت ثيكنس، هيدي معلومات كتير كتير مهمة انت كستركشرال انجينير تعرفها. عم بيقول انه سماكة الأند بليت الثيكنس لهيدا البليت مثل ما قلنا لانه هي سبب اساسي بتحقيق الريجيد كونكشن. كل ما كان ثيك كل ما كانت عم بتقرب انه التتا تكون زيرو. عم بيقول انه الاند بليت ثيكنس لازم يكون اكبر او تساوي الديامتر للبولت، والثيكنس للبليت ممنوع تكون اصغر من 20 مليمتر، not less than 20 مليمتر. وبالتالي اقل ديامتر للبولت كمان لازم يكون شو؟ 20 مليمتر. هلا الكومون براكتس بالنسبه للثيكنس للبليت صحيح هو حيكون اكبر من 20 مليمتر، بس الكومون براكتس له للبليت هو 20 مليمتر ثابته زائد فاليو من 4 مليمتر ل 6 مليمتر. هو بيكونوا
البريليمينري دايمنشن للثيكنس للبليت. اكيد كمينيموم فاليو فيك تاخذها 20 مليمتر, والديامتر للبولت اقل شيء هو 20 مليمتر. هلا البليت ويث عرضه لهيدا البليت هو 2 تايمز الدبليو. طيب الدبليو شو هو؟ الدبليو هو هلا البليت ويث اللي هو 2W قديش عم بيقلنا بيساوي 10D, يعني 10 مرات الديامتر للبولت اكبر او يساوي B زائد الثيكنس للبليت. هلا شو هو البي؟ ولحتى نسهل علينا المسألة اكثر من هيك خلينا ناخذ نحن مثل ما مكتوب هون these dimensions are the best practical dimensions. اول شيء حنشيل الثيكنس للبليت لحتى لنا نحن نسهل على حالنا المسألة. بدي أعرف أنا أول شيء حدد الدايمنشنز للبيز بليت أو للأند بليت. الدايمنشنز للأند بليت بكل سهولة في يقول البي للبليت, البي للبليت عرضه للبليت شو بيساوي؟ بيساوي البي للفلانج يعني عرض الفلانج تبعت البيم بلس المفروض إنه يكون في أنا عندي أدج ديستانس يمين هيدا البولت وأدج ديستانس شمال هيدا البولت وأدج ديستانس يمين هيدا البولت. طيب قديش هيدا الأدج ديستانس؟ هيدا الأدج ديستانس عادة بتكون من 1.5 دي ديامتر للبولت ل 2.5 دي. هلا لحتى انت تريح حالك أكتر وفعليا تكون الدايمنشنز للبليت مزبوطين من الفيرست ترايل, خلينا ناخدها 2.5 دي. يعني هون حيكون في عندي أنا 2.5 دي يمين و 2.5 دي شمال, بس المور براكتيكال فاليو هي عادة بتكون 1.5 الديامتر. خلينا نحن ناخدها 1.5 الديامتر ضرب 2. ليش؟ لأنه عندي يمين وشمال, يعني تطلع هي بي فلانج بلس 3 الديامتر للبولت. هيدي كعرض البليت. هلأ ارتفاع البليت نفس الموضوع, نحن اتليست بده يكون في عندي بولت واحد فوق الفلانج. ليش؟ لانه سميناها نحن extended end plate. extended end plate معناتها بده يكون في عندي at least one row من البولتس above الفلانج. طيب عم بيقول نحن هون في عندي انا two distances. اول distance بده تكون من التوب للفلانج لنص البرغة لنص البولت, بيرجع من نص البولت للفري اند اللي فوق. طيب كمان نحن البي فاليو فينا نعتبرها كمان قديش؟ كمان هي تكون edge distance, يعني انا في عندي فوق التوب فلانج في عندي تقريبا كمان 3 ديامتر للبولت اللي هني 2 edge distances, كمان نفس الموضوع من تحته. at least لازم يكون في عندي سماكة الثيكنس للبليت, يعني at least لازم يكون في عندي 2 سنتيمتر below او above الفلانج. يعني هون حقول انا الهايت للبليت شو بيساوي؟ بيساوي الهايت للبيم اللي هو الاتش للبيم اللي هي من هون لهون بلس 3 ديامتر للبولت فوق اللي هني 2 اتش ديستانسز من فوق و 3 ديامتر للبولت من تحت, يعني بلس 6 ديامتر للبولت. هيك قدرنا نحن نحدد الدايمنشنز لل اند بليت بداية. هلا كمان بالنسبة للبراغي, طيب بالنسبة للبراغي كمان بيهمني أنا أعرف البيتش ديستانس أو السبيسينج بيناتهم. كمان السبيسينج بين البولتس لازم يكون أكبر أو يساوي 3 مرات الديامتر للبولت. حسب ما مكتوب هون كمان البولت بيتش ديستانس هي 4 ديامتر للبولت, يعني من 3 ل 4 ديامتر للبولت. والأج ديستانس مثل ما سبق وذكرنا هي E من 1.5 الديامتر للبولت ل 2.5 الديامتر للبولت. يعني هيك نحن صرنا قادرين at least نقدر نحدد البليت دايمنشن والبولت ديستانسز. هلا بدل في انه حدد عددهم للبولت, عدد البولت هو اكيد شغله ايتريتيف وفيها ترايلز. يعني نحن تقريبا اذا نحن قدرنا نحدد الدايمنشنز للبليت وانا عندي نيوترال اكسس لهيدا البليت بقدر بكل سهوله بحسابات بسيطه جدا اقدر احدد قديش عدد البولتس اللي نحن لازم نحطهم. اكيد
ما حيكونوا اقل من 8 بولتس. فوق النيوترال اكسس حيكون عندي 4 وتحت النيوترال اكسس حيكون عندي 4، ولا ممكن يكون في هيك كونكشن تحت ال 8 بولتس فور اباف ذا نيوترال اكسس اند فور بيلو ذا نيوترال اكسس. از ا ريكاب لكل شيء خاصه بالديزاين بارامترز اللي نحن لازم نبلش فيها، بالنسبه لل اند بليت دايمنشنز، عرضه لهيدا البليت حيكون عرض الفلانج زائد 3 مرات الديامتر للبولت. قلنا اتليست الديامتر للبولت هو 20 مليمتر. الهايت لهيدا البليت هو الاتش ارتفاع البيم زائد 6 مرات الديامتر للبولت. قلنا السبيسينج الفيرتيكال سبيسينج بين البولتس من 3 ديامتر للبار للبولت او للبار هي لا حتى لا يوصل لل 4 ديامتر للبولت. وبالنسبة للأس ديستانس اللي هي الديستانس بين البولتس within arrow هي أس بتساوي 5 مرات الديامتر للبولت. هيك منكون صرنا قادرين at least نبلش بشي بأي connection، والريزلتس من السوفتوير هي بتثبت لي هل أنا الconnection الايتيريتف اللي بلشت فيها الايتيريشن نمبر 1 كانت optimal ولا كانت over designed ولا كانت under design. هلا نحن next step هي حناخد ال first example، حنتعرف فيه على السوفتوير ونشوف كيف نقدر نشتغل هيدي الكونكشن بالIDEA Statica.